اول حاجه هحتاج فيها بطاطس تكون مسلوقه نص سلقه في ميه مملحه ومعاها شويه كمون، وده ضروري جدا عشان اسلق البطاطس بتاعتي وتديني النكهه اللي انا طالباها. هحتاج مع البطاطس، هما خلطتين، البشاميل لوحده والبطاطس لوحده، هحتاج شويه شبت، شويه بصل، وشويه ثوم، وكمان معاهم شويه من الكزبره الجافة أو الناشفة، طبعا معاهم مادة دهنية اللي تختاري، زبدة، سمنة، زيت، براحتك على الآخر، بس زيت زيتون لا مش هينفع فيها. عندي صوص البشاميل هحتاج فيه حليب، كريمة، نشا. النشا ممكن استبدالها بالدقيق، ممكن استبدالها بدقيق الشوفان، ممكن استبدالها بدقيق القمح، كلهم هتبقى معاكي حلوة، بس انتي لك الاختيار. بس هي الفكرة كلها انها بالنشا بتبقى خفيفه جدا. طيب نيجي لللبن والكريمه. كتير عليا يا زوزو، شيلي الكريمه وخلي اللبن، خلي الكميه كلها لبن. كتير عليا برضو اللبن، شيلي يا ستي نص الكميه بتاعه الكريمه، او شيلي الكميه بتاعه الكريمه استبدليها بالميه، هتبقى معاكي برضو حلوه قوي. عندي جوز الطيب رشه بسيطه خالص، عندنا لبن بودره ممكن نلغيه وممكن نحطه، ممكن نستبدله بقشطه براحتنا خالص. عندي فلفل ابيض مش اسود، شويه ملح طبعا، وعندي توابل مشكله، اي طعم، فراخ، لحوم، توابل بطعم الخضار براحتنا خالص، زبده او سمنه براحتنا برضو، ونوعين من الجبنه مشكلين براحتنا خالص برضو. ناخد اول حاجه، هاخد انا نص زبده ونص سمنه، هنعمل ميكس حلو قوي 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 قوي. هعمل كده، طيب انا لو عايزه، لو حابه اشيل، عندي كمية لبن والكريمة كتير عليا، لو عايزة أشيل الكريمة هحتفظ باللبن وهعوضها باللبن، يعني هعوض المقدار اللي عندي ده بدل الكريمة هحطه كمان لبن. لو ما عنديش المقدرة اني حتى اللبن بالنسبة لي كتير، هعمل ايه؟ هاخد بدل الكريمة، بديل الكريمة عندي في الوصفة اللي انا بديها لكم دي، هنستبدلها مية. وضحت كده؟ اهو هاخد شوية من الزبدة وهحط شوية سمنة. لبن البودرة بقى هنا دوره ايه؟ بيديني نكهة حلوة قوي 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 قوي. هنا عندي رشة من جوز الطيب، عندي كمان التوابل، عندي كمان الفلفل الابيض، وما نكترش من الفلفل الابيض لانه بيبقى حار، او بيبقى نسبة الحرارة بتاعته بتبقى اعلى من الفلفل الاسود، بيبقى الموضوع صعب قوي. بنزل هنا بالتتبيلة بتاعتي وأقلبها، هتبتدي تديني طعم على طول. هنزل بإيه؟ هنزل بالحليب بتاعي والكريمة بتاعتي، يعني حاجة على طول كده أهو، ما سيبهاش تتحرق معايا، ما سيبش التوابل تتحرق، نأكد على الحتة دي، وابتدي أنزل هنا بالكريمة. وبعد الكريمة هاخد الحليب. طيب لو عايزة الغي الكريمة دي، حطي بدلها حليب او مية، يعني شوفي بدليها باللي انت عايزة، يا حليب يا مية لو هي بالنسبة لك كتير. وهحط الحليب بتاعي وهي لسه باردة، لسه باردة، بنزل باللبن البودرة، وناخد ويسك في المرحلة دي، مضرب يدوي حلو كده. حطيت النشا عشان ما تكلكعش مني، بحطها في الاول مع الحليب بتاعي والكريمه والتوابل، شويه سمنه اهو، خليها تسيح معانا. اول ما تسيح هحط اشوح فيها البصل مع الثوم مع الكزبره الناشفه، بس كده. وفي الاخر اقوم ضايفه لهم ايه؟ اقوم ضايفه لهم شويه من الملح، رشه بسيطه خالص، يعني مش عايزه كتير، لان اساسا انا عندي هنا ملح، عندي البطاطس معموله في ملح، فبوزع كميه الملح اللي انا هحطها براحتي على الاخر. اهو اهو اهو، هنا السمنه بتاعتي خلاص بقت تمام وحلوه وجميله. هنزل بالبصل اللي عندي، نزلت بالبصل بالشكل ده. هنا حطيت الجبنه بتاعتي، بصوا هي مسكت حلوه قوي. انا بقى هنا همسكها بس بفوطه واقعد اقلب فيها حلو قوي لحد ما تسيح معايا، والبصل كمان يكون اتحمر معايا. اول ما يوصل لدرجه اللون دي اهي الذهبي، هقوم نازله بالتومه بتاعتي وكمان بالكزبره الناشفه، وزي ما قلت لكم رشه ملح، رشه مش ملح كتير، رشه بسيطه خالص، واقلبها تقليبه حلوه قوي 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 كده. هنا حطيت انا صوص البشاميل الاول، حطيت طبقه بطاطس وحطيت عليها صوص بشاميل تاني بالشكل ده،
وهبتدي انزل بالبصل بالطريقه دي. حلو، حلوه قوي. اعملها لكم كده، اوكي اهو. ابتدي اخد بقى باقي الصوص اللي عندي. عايزه اقول لكم تبقى حلوه قوي، مش عايزه تدخلي جبنه فيها، ما تدخليش، براحتك على الاخر زي ما تحبي وزي ما تفضلي. باخد شويه شبت، ممكن ادخله في البشاميل وممكن اخليه كده، وانا العاده السيئه اللي فيا هاخد هنا شويه من الجبنه.